لدينا تجربة الآن في غانا، وغانا يمكن في آخر 3 سنين حصلت على أعلى دولة في التدريس للرياضيات والفيزياء في القارة الأفريقية. لدينا تجارب جيدة جدا في القارة، والجميل جدا في القارة أن القارة تعج بالمشروعات الزراعية. تعال نتحدث عن الذرة البيضاء في نيجيريا، تعال نتحدث عن إنتاج القمح في شمال نيجيريا في كانو ولا يستهلكوا منه إلى 10%. الآن لدينا فرصة لاستيراد الذرة الصفراء وزراعتها في القارة الأفريقية، لكن علينا أن نعد الفريق الداخلي للعمل الأفريقي إعداد جيد. إحنا كمجتمع مال وأعمال، كقطاع خاص، بنجتمع وبنتدارس هذه النقاط وبنتناقش الآلية إزاي ندخل على الناس. مش أول ما نفتح الباب نقول إنهم إحنا جايين نصدر لكم، ولما يسألني تعال أعمل مصنع عندي ما أقولوش لا أنا جاي أصدر لك بس، أنا لازم أقول له إحنا هنشتغل وأديك منتجي، ولو منتجي نجح في سوقك أنا ممكن أتعاون معك وأعمل مصنع معاك، لأنه غيرك بيروح يعمل مصنع عنده، وغيرك بيروح ياخد منه الكاكاو. وأعتقد عام 2018 السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا كنت أحضر مؤتمر المائدة المستديرة يستثمر في مصر يستثمر في أفريقيا، وعندما سأله ريتشارد كويست قال له إن القارة الأفريقية بتنتج كاكاو بخمسة مليار يا ريتشارد، والعالم بياخده وبيبيع لنا شوكولاتة ب 105 مليار في القيمة المضافة، فالقارة تفقد 100 مليار دولار. ففكرة إنه هناك فرص طبيعية في القارة، في القارة التي تحمل 60% من مساحة الأرض الصالحة للزراعة دون تدخل عنصر بشري. نعم. القارة التي تحصل أو يوجد فيها مخزون 33% من الثروة المعدنية العالمية والمحجرية. القارة اللي فيها 15% من احتياطي بترول العالم، 60% من مليار و3 من عشرة يعني مليار و300 مليون في عمر الشباب. كيف يعني تنتظر، وازاي حتى في معادلة العالم القادم ما يكونش لها دور فاعل؟ الأمور أصبحت مختلفة، وأنا يعني أنتهز الفرصة في وجودي معك حتى أتحدث عن الشباب الأفريقي الحديث اللي عمره 20 و25 و30 سنة، الآن له فكر جديد وتعليم جديد، اللي اتعلم في فرنسا وتعلم في انجلترا وتعلم في أمريكا. الأفارقة الآن بيتحدثوا الإنجليزية بطلاقة ويتحدثوا الفرنسية بطلاقة، والأمية قلت في بعض الدول الأفريقية، المرأة بقت تشتغل 55% من المرأة الأفريقية. عندنا رواندا مثال بالظبط. رواندا من 98 النهاردة يعني أول موبايل فون ذكي كامل اتعمل في رواندا بالكامل. فإحنا لدينا مصانع سيارات الآن بالكامل في دول شمال أفريقيا. إذن في فرص وفي تحديات. التحديات اللي موجوده في القاره الافريقيه منها تحديات تقليديه معروفه، النقل واللوجستيات والبنوك، ولكن دي على كل العالم مش علينا احنا بس. والتحديات الغير تقليديه هي فلسفتنا الداخليه، صناعه ايديولوجيه لخروج التجاره البينيه والتجاره الدوليه من مصر. احنا سوقنا سوق كبير جدا، سلاح ذو حدين، كان مغري دائما للمنتجين المحليين. اطلع بره سوق كبير 110 مليون اللي بيبيع حليب واللي بيبيع عصير واللي بيبيع كذا، نطلع بره ليه؟ فالان يعني بدانا نعرف انه احد اهم التحديات الاقتصاديه هو وجود رقم صادرات 100 مليار دولار، ولن تستقر الحياه الاقتصاديه في اي دوله من دول العالم الا برفع معدل الصادرات، لان ده رقم بيؤثر كثيرا في الحصيله الدولاريه وبيؤثر كثيرا في استقرار الاقتصاد، وبالتالي القاره الافريقيه بعيدا عن البعد الاخر وهو الامن الغذائي. يعني لك ان تتخيل ان القاره الافريقيه التي تعتبر بأنهارها وأراضيها و80% من عدد سكانها يعملون في الزراعة بالحرفة المهنية، ومع ذلك تستورد 50 مليار دولار منتجات غذائية تم الصنع. مفيش مصانع، مفيش نوهاو، مفيش سر الصنعة، مفيش تكنولوجيا. ده دورنا احنا بالنسبة لهم متقدمين جدا. انا تجربتي مع افريقيا في 4 سنوات أو 5، انا زرت معظم المدن الافريقية، قعدت على الارض، اتكلمت مع الناس مرة واثنين وثلاثة وخمسة، في حالة عشق لمصر بالطبيعة. صحيح. والله العظيم حالة عشق، حالة حب لمصر بالطبيعة. والآن